سيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله وحسينا الله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود الحمد له لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونعوذ بوجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب من برنامجكم دمع العين على استشهاد الإمام الحسين الذي يجمعنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأعلام حيث نركز فيه على سيرة حياة سيدنا الحسين عليه السلام في حلقتنا اليوم عن بداية مقتل آل بيت النبوة وآخر ساعات حياة الإمام الحسين وكان آخر من بقي من أصحاب الحسين سويد بن أبي المطاع الخثعمي وكان أول من قتل من آل بني أبي طالب يومئذ علي الأكبر ابن الحسين وذلك أنه حمل عليهم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي ففعل ذلك مرارا فحمل عليه مرة بن منقذ العبدي فطعنه فصرع وقطعه الناس بسيوفهم والعياذ بالله تعالى فما رآه الحسين قال قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفاء ثم إن عمرو بن صبيح الصادئي رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع كفه على جبهته فلم يستطع أن يحركها ثم رماه بسهم آخر فقتله وحمل الناس عليهم من كل جانب وحمل عبد الله بن قطبة الطائي على عون بن عبد الله بن جعفر فقتله وحمل عثمان بن خالد بن أسير الجهني وبشر بن صوت الهمداني على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه ورمى عبد الله بن عروة الخثعمي
جعفر بن عقيل فقتله، ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده السيف، فحمل عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأسدي فضرب رأسه بالسيف، سقط القاسم إلى الأرض لوجهه وقال: يا عماه. فانتفض الحسين إليه كالصقر، ثم شد شدة ليثا فأغضب، فضرب عمرا بالسيف تقاه بيده فقطع المرفق فصاح: وحملت خيل الكوفة ليستنفذوا عمرا فاستقبلته بصدورها وجالت عليه فوطئته حتى مات. وانت والحسين واقف على رأس القاسم وهو يفحص برجليه، ثم قال: عز الله، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ثم لا ينفعك صوته، والله هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله على صدره حتى ألقاه مع ابنه علي ومن قتل معه من أهل بيته. آخر ساعات حياة الإمام الحسين، ظل الإمام الحسين يقاوم الأعداء ويواجههم جماعة بعد جماعة.